أما هلأ ليا بننتقل لأولى محطاتنا الصباحية لليوم، مع عالم الجمال والتجميل وجديد التجميل. يمكن كل الصبايا اليوم بهمهم يهتموا بحالهم ويطلعوا بإطلالة جميلة، لكن أحيانا بنشوف قصص تجميلية بتنعكس إيجابا على إطلالة السيدة وأحيانا لا. عم نشوف شوي يمكن عم يصير بعض المحطات التجميلية عم تكون فيها نوعا ما تجارية، الصبية ما عم تعرف شو يمكن اللي بيناسبها. لنحكي أكثر ليا عن مجال التجميل وكل شيء جديد فيه. معنا الدكتور إياس بلول، اختصاصي بالجراحة التجميلية. يسعد صباحك. صباح وأهلا الخير. وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. هلا. صباح الخير دكتور. صباح الخير. يعني بالبداية دايما أو مو دايما بعض السيدات بيتوجهوا عند طبيب التجميل بيقولوا له أنا بدي أطلع مثل مايا دياب، مثل هيفا وهبة، ولكن يمكن هن ما بيعرفوا إنه رح يصير فيدباك أو رح يصير شيء مو منيح لشكلهم. خلينا نحكي بالبداية شو هي العناية التجميلية، شو هي العمليات التجميلية الصح والعمليات التجميلية الغلط. هلا لكل حالة هي خصوصيتها، يعني ما فينا نقول إنه كل الناس هو كوبي، وبالتالي لازم الطبيب هون هو يكون القادر إنه يوجه المريض بالاتجاه الصحيح، يعطيه النصائح الجيدة اللي هي بالأصل بتخدم هدف المريض التجميلي، وبنفس الوقت بتعطيه شيء طبيعي، ما يكون شيء مصطنع أو شيء خارج عن نطاق المألوف بالنسبة للمجتمع. يعني هلا أحيانا بتشوفي كثير مثل ما تفضلتي وحكيتي كوبي عم تمشي قدامك بالشارع بناء على رغبة المريض، وأحيانا للأسف تماشي الطبيب مع هاي الرغبة إنه أنا بدي كذا، إنه بتحدد شو الهدف وليس إنه الصح. فدائما المهم هون إنه نحن نوجه المريض بالاتجاه الصحيح. صحيح دكتور. دكتور خلينا نحكي عن الإجراءات التجميلية غير الجراحية، يعني اللي كل صبية أو سيدة يمكن اليوم بتقوم فيها مثل البوتوكس أو الفلر، وفي أشياء جديدة دائما بمجال التجميل فينا نقول غير الجراحي. تمام. هلا دائما المريض يسعى نحو الأفضل وبالسرعة القصوى، وهذا الشيء ما دائما هو الصح، يعني حسب العمر حسب الحالة اللي عم يشكي منها المريض. طبعا نحن بنقول المريض بشكل عام، بس هو ما انه مريض، هو انسان صحيح يسعى نحو شيء افضل بالنسبه لحالته. الاجراءات غير الجراحيه هي متعدده بتفيد البشره بشكل كثير كبير. في عنا نبلش بالاشياء مثل البوتوكس اللي هو ماده كانت سامه وما زالت سامه، استخلصها الانسان وحولها لشيء مفيد للبشره كمضاد تجاعيد قوي جدا وعطى لمسات سحريه بالنسبه للمريض. في عندنا الفيلرز اللي هي مواد بتملا الشقوق الفراغات، احيانا بتعبي الوجنات. في عندنا المعالجات الثانيه الداعمه للبشره مثل الميزو مثلا، مثل البلازما البي ار بي اللي هي هلا كمان شغله كثير مفيده ومغذيه للبشره. وبنجي على شغلات ثانيه مثل التقشيرات والعنايات اليوميه، وفي شيء جديد دخل من فترة اللي هو الديرما بين اللي هو كمان بيحفز الجسم انه هو يعمل إعادة توليد للألياف وإعادة تجديد وتنشيط لخلايا البشرة. فدائما المريض حسب الحالة اللي هو عنده اياها. بس في انواع اذا فينا هيك بس نذكرها بشكل سريع، لانه بدي اقول لك في انواع تجاريه طبعاً. انواع اكثر سلامه مثل انواع البوتوكس او الفيلر اللي الناس بتخربط فيها ما كثير عندها معلومه صحيحه. مجرد انك تتوجهي بالبدايه صح لعند الاخصائي الصحيح، المفروض انه هو يكون عنده الشيء الخيار السليم. يعني سوق التجميل هلا صار جدا واسع وعم يتدخل فيه كل أصحاب المهن الطبية وغير الطبية. هلا هو اختصاص قائم بذاته مثله مثل أي اختصاص، وبالتالي المفروض المريض يعرف يروح يتوجه صح. هلا في شيء اسمه مراكز تجميل غير مخدمة طبيا تماما، في أخصائيين، في حتى صالونات. وهذا الشيء بيخلي انه يصير في لغط كثير وضياع الشخص اللي عم يستهدف هاي المرض. للاسف صار في دكاتره اسنان تعمل بوتوكس، صار في صيادله يعملوا بوتوكس. دائما يعني المفروض تماما المريض انه يعرف، صارت مهنة انه مربحة، هو يعني اختصاص قائم بذاته تماما، عم بيركضوا نحو الربح بغض النظر عن فئه المريض. بس المريض لازم يكون في وعي بهذا العالم اللي نحن عم نعيشه، هو عالم الميديا. يعني هلا كل شيء متاح، صار بيعرف انه في اختصاص جراحه تجميل
أو جلدية وتجميل مثلاً، إن اختصاصين متقاطعين ببعض الحالات. في بعض الاختصاصات الثانية ممكن إن تأخذ بعض الشغلات، بس كاختصاص قائم هو اختصاص جراحة تجميلية، وفيها المريض يتأكد من مصداقية الطبيب اللي راح لعنده. طيب دكتور، خلينا نركز على نقطة الحقن بعمر صغير، يعني عم نشوف كثير من الصبايا عم يعملوا تكبير لتمهم بشكل كثير أوفر بعمر ال 14 وال 15 سنة، تمام. يعني بعدهم عم ينمو، تمام، جسمهم عم ينمى، أو حتى البوتوكس، يعني بيقولوا عملت بيبي بوتوكس، شيء صغير حطيت كم نقطة، طب هالمادة يعني اللي دخلت على الوجه بعمر صغير، خلينا نحكي عن سيئاتها، خلينا نحكي هل صحيح إذا حطينا كم نقطة بوشنا هي أقل ضرراً من إنه نحط إبرة كاملة، أو خلينا هيك نفسر هدول القصص للصبايا اللي بعمر صغير. هلا أول شيء اللي بأعمار ما قبل البلوغ، خلينا نقول تحت ال 18، يعني حالات جداً قليلة اللي ممكن إنه نلجأ فيها لبعض أنواع الإجراءات التجميلية لأسباب مرضية واضحة بدها تكون، وليست لأسباب تجميلية، لأنه البنت بهذا العمر بدها تكون بمرحلة النمو، وبالتالي لازم نسمح لوجهها وعضلات الوجه إنها تأخذ حد من النمو بالشكل الصحيح. في بعض الحالات مثل ما قلنا ممكن إنه نلجأ، وإنما هو غير منصوح فيه. هلأ البوتوكس مثله مثل أي مادة، أكيد له فوائد ونحن عم نجني هاي الفوائد، بس هو مادة غريبة عن الجسم عم تدخل على الجسم. الإنسان مع الزمن أي مادة بتدخل عليه بيكون لها مثل الأضداد، وبالتالي هذا الشيء بيخليها تفقد فعاليتها مع مرور الزمن. يعني هلأ إذا ملاحظ سيدة مثلا صار لها 5 سنين أو 10 سنين بتعمل بوتوكس، ممكن بعد فترة حتى بغض النظر انه هي كبرت بالعمر اكيد، وبالتالي زاد مستوى التجاعيد عندها، بس بالمقابل كمان الكميه اللي هي عم تاخذها صارت كميه غير كافيه، فمننا نزيد الجرعه او نقلل المده بين الجرعات. هلا وسطيا نحن بنقول مثلا جرعه البوتوكس بتضاين حوالي 4 شهور، او علميا بين 3 و6 شهور، بتصير هي بدها اما الكميه اكبر او بدها تصير تقلل. طيب قارب بين شوي ذكرت انه الانواع، بس دكتور خلينا ننوه، هلا بنروح عند اي دكتور بيقول لك كوري فرنسي ايطالي، ونحن يعني بنعرف انه نحن بحصار، هل هو متوفر بالبلد ولا هل هو شيء تجاري؟ شيء تجاري تماما. أوكي. البوتوكس اللي موجود بالبلد هو فينا نقول اكثر من 95% هو نوعين، نوع صيني هو عليه ستيكر ألماني فرنسي أمريكي، بجوز هلأ يتضايقوا المنتجين، بس أنا بحب أكون واضح وصريح مع المريض يعني، وما بغشه أنا بالمقابل، أنا بعطيه برودوي أو برودكت عفوا جيد، ما نو سيء نتيجة ظروف البلد. هذا المنتج أهم شيء أنه يكون محفوظ بشكل جيد، والطبيب مجربه صار له سنين مثلا، وبالتالي بيعرف انه ما بيعمل حالات تحسسيه، ديمومته جيده للمريض، هذا شيء جيد. النوع الاخر اللي موجود هو اكثر نقاوه، هو البوتوكس الكوري، ما بيختلفوا عن بعض بالديمومه، بس بيختلفوا بنقاوه الماده، جوده الماده، يعني كميه الشوائب اللي موجوده فيها. البوتوكس الكوري اللي موجود هو اقل حساسيه، مش بدرجه كبيره، وما بيساوي هاي الارتكاسات. أحيانا تيجي المريضة بتقول إنه مكان الحقن مثلا عمل مثل حبيبة صغيرة أو أي شيء، البوتوكس الكوري بهاي النواحي ما بيترك. أما هاي الأنواع اللي موجودة. الفيلرز لا، في أنواع تانية موجودة، منشأة ممكن يكون الاتحاد الأوروبي، عم توصل رغم الحصار يعني، بس عم توصل بشكل جيد، وهي منتجات الحمد لله آمنة أكثر من المنتجات القديمة اللي هي كانت الفيلر الدائم، اللي هلا نحن كجيل ما منا نقول جديد، هلا في جيل اقدم منا بالجراحه التجميليه، ونحن الجيل اللي اجى ثاني مره عم نشوف هي المواد اللي كانت هي شائعه جدا، وللاسف ما كان في دراسات علميه واضحه عنها، فهلا عم نشوف الاختلاطات، وعم نعاني نحن والمريض من الوصول لحل، لانه لحد الان للاسف حل مرضي للطرفين ما في. المواد الدائمه هي مواد جدا خطيره، حاليا نسبه تداولها جدا قليلة بالسوق، ودائما أنا كطبيب جراحة تجميل بنصح المريض أنه يتأكد أنه الفيلر مؤقت، لأنه نحن ما فينا ندخل على جسمنا مادة
الجسم بعد فترة ما يعرف يتعامل معه وبالتالي تسبب لنا اختلاطات تانية. فالفيلرز اللي موجود هو فيلر مؤقت، طبعا في شرائح كتير متعددة منه بتختلف بنرجع بنقول بنقاوة المادة وبطريقة تصنيعها، بس بالحد الأدنى هي مواد آمنة بتفاوت نسبة البقية تبعها، جماليتها بالوجه أو بالشفة أو مثلا تحت العين، خصوصيتها من ناحية كثافة المادة. يعني ما فينا أقول أنا هاي المادة بتصلح لكل مناطق الوجه، يعني في مناطق معينة مثلا بدها فيلر يكون تركيزه أخف مثل تحت العين، في مناطق لازم يكون الفيلر تركيزه عالي مثل الجولاين إذا أنا بدي أعمل تكساس، تقنية التكساس الجديدة مثلا، أو بدي كبر أعمل بروز للدقن، فهي المناطق بدها فيلر تركيزه عالي. بمناطق الوش الباقية ممكن تتدرج موضوع الفيلر حسب التركيز. فالمريض حقه يعرف منشأ المادة، نرجع للسؤال تبع حضرتك، ويتأكد انه هو هي عيادة تجميل ما هي صالون، انه يروح بعدين يقول له والله انا للأسف ماني ضامن للمادة. دائما الطبيب عنده مصداقية بهذا الموضوع لانه سمعته على المحك بهذا الموضوع، فأكيد ما راح يجيب مواد تكون بتضر بسمعته أو تسيء له. دكتور حكينا عن التقنيات التجميلية الغير جراحية وذكرت حضرتك الديرما بين، خلينا نحكي عن هي التقنية اليوم عم نسمع عنها بشكل كتير كبير وقديش إلى فعليا فوائد بتنعكس على البشرة. تمام، هلأ الديرما بين وفي الديرمارول. الديرمارول هو عبارة عن جهاز يدوي الاستعمال، فينا يطبقوه المرضى منزليا ببعض الحالات، بنستفيد منه مشان موضوع السيلوليت، مشان تنشيط وتحفيز الألياف بالبشرة. الديرما بين هو جهاز مثل الألم، بتركب له رؤوس استعمال مرة واحدة طبعا لكل مريض رأس، بيتركب له رأس للألم، بيحتوي على أبر مجهرية ممكن تكون 12 ممكن توصل لل 46 عفوا 48 رأس إبرة، منمرقه على الوجه. الجهاز له عيارات من ناحية عمق اللي ممكن تدخله الإبرة وسرعة دوران الجهاز. هلأ شو فائدته وشو الشيء اللي بيقدمه للبشرة؟ الديرما بين كونه في عدد كمية كبيرة من الأبر ممكن توصل لحوالي 2000 وخزة بالدقيقة، هذا الشيء ممكن أنه يساوي ثقوب مجهرية بالبشرة. هاي الثقوب المجهرية بتحرض الجسم أنه يعمل إعادة شفاء، استشفاء ذاتي. هذا الاستشفاء الذاتي بيتطلب من الجسم إدخال أوعية جديدة، تروية دموية جديدة، ألياف جديدة، تصنيع ألياف كولاجين وإيلاستين جديدة، وبالتالي بيصير في عنا تنشيط للبشرة وشد للبشرة. نستخدمه كعلاج فعال بحالات توسع المسام، وهي شغلات كتير بتعاني منها الصبايا خصوصا فصل الصيف، حالات التصبغات، الخطوط الناعمة اللي بتظهر بالبشرة مثل التجاعيد الخفيفة، هي كلها وقت اللي الجسم هو بيعيد تنشئة الكولاجين والإيلاستين من جديد، بتشد البشرة بشكل جيد، بتقبض المسام وبتحفز إجراء تروية جديدة للبشرة، وهذا الشيء بيعطينا نضارة على المدى المنظور. هلأ في نقول إنه من أول جلسة بتظهر هاي الشغلة؟ إيه بتظهر من أول جلسة، وطبعاً ما في كورس ثابت إنه نقول للمريضة بدك 3 جلسات بالمطلق أو 4 جلسات بالمطلق، حسب الاستجابة، حسب الاستجابة وحسب المشكلة الأساسية اللي هي بتعاني منها. يعني أكيد الندبات مثلاً، ندبات حب الشباب بدها علاج أكثر من الخطوط الناعمة، تمام، وبالتالي بدها عدد جلسات أكثر وتواتر أكبر. الفائدة ملمسة بكل جلسة، يعني كل جلسة بتحس المريضة بفائدتها. مدة الجلسة وسطياً نص ساعة، طبعاً هي مؤلمة شوي، منطبق كريم مخدر موضعي على الوجه لمدة حوالي 10 دقائق أو ربع ساعة قبل الجلسة لتخفيف شعور بالوخز. الصبية بدها تلتزم بالبيت حوالي 2 أو 3 بعد الجلسة مشان ما تتعرض للشمس وما يصير في عنا تحسس أو أحياناً تصبغات نتيجة التعرض للشمس. ممكن أحياناً تكون الجلسة فقط ديرما بين بدون ما نحط أي مواد على الوجه، وأحياناً لا منشارك مع البلازما أو مع الميزو
الميزو هي مادة صنعية فيها مجموعة فيتامينات ومعادن ضرورية للبشرة، وحمض الهيالورونيك أسيد اللي هو المركب الأساسي الفعال للفيلرز اللي كنا عم نحكي عنهم، وبالتالي هو كمان شيء كتير ضروري للبشرة لأنه هو مركب طبيعي موجود بالأصل بالجسم. هي عذرا نسيت أني أذكر لكم إياها بالفيلر المؤقت، أنه تركيبه الهيالورونيك أسيد هو مادة أساسية بالجسم بيركبها الجسم، وبالتالي بيستفيد من هذا الفيلر بأنه بيرجع بيركب عليه بيستخلصه وبيرجع بيعيد بناؤه من أول وجديد. فالديرما بين فينا نشاركه مع هاي الإجراءات، بنحط طبعا ببداية الجلسة بعد ما خدرنا بننظف البشرة بشكل كتير جيد، بعدين بنطبق هاي المواد على البشرة وبنمرق الديرما بين عليها. العمق بيتحكم فيه الطبيب حسب عمق البشرة، يعني كل مريض أكيد له خصوصيته. المشكلة الأساسية اللي عم نعالجها مثل الندبات بدها عمق أكبر، المسام المفتوحة بدها عمق، الشغلات السطحية مثل التصبغات بدها عمق عفوا أقل، ومنمرق الديرما بيننا عليهم. هاي المواد نتيجة حركة الأبر والجهاز بتدخل بتخترق الطبقة السطحية من البشرة، وبالتالي بيصير في عندي أنا نفوذية واسعة بالبشرة تستقبل هاي المواد بشكل جيد. دكتور وأكيد يعني بتفضل حضرتك أنه ما يكون هلأ بفصل الصيف أنه كون الشمس قوية، وخلينا نذكر نقاط كتير مهمة قبل وبعد جلسة الديرما بين، شو لازم الصبية تعمل؟ يعني قلنا 3 أيام ما تبين بالشمس تماما. ولكن هلأ عندك سولاريوم، عندك بحر، عندك مواد تجميلية، كريمات، شو هي التوصيات؟ تمام. هلا اول شيء بدنا نكون واضحين مع المريض، نقول له انه انت بده يكون عندك اما اوف من العمل، بدك تطلع اجازه 2 أو 3 أيام، او بدك تكون حذر جدا اذا بدك تتعرض للشمس. موضوع التعرض للشمس بفصل الصيف هو عاده كثير شائعه عندنا بالبلد وبكل انحاء العالم، يعني بنحب اللون البرونز، بنحب انه ناخذ فيتامين د علميا نحن عم نحكي، او نحصل على البشره السمراء. هلا هاي من المحاذير، يعني المفروض المريض يكون على علم انه انا اذا بدي اعمل هذا الاجراء ممنوع اني اسوي بقيه هاي النشاطات. وبالتالي اغلب الاجراءات هاي التقشيريه نحن بنلجا لها بفصل الخريف والشتاء، الا اذا المريض واعي وتفهم هاي الفكره انه انا بدي التزم بالبيت حوالي 2 أو 3 أيام مشان اني احصل على النتيجه المرجوه بدون ما اخذ السايد افكت تبعها. التوصيات ما قبل الجلسه بس انه المريضه ما ترهق بشرتها بالشمس أو بمواد المكياج، يعني ما تطلع كثير تتعرض للشمس وما تحط ميك اب كثير. الجلسة مثل ما قلنا التنظيف كثير ضروري، لأنه بقايا الميك اب إذا كانت موجودة على البشرة ممكن إنه نتيجة التثقيب المجهري اللي بيصير إنه تخترق البشرة وتعمل لنا ارتكاسات تحسسية واحمرار بالبشرة. بعد الجلسة المريضة لازم تحط فقط سيرومات مرطبة أو كريمات مرطبة بدون مواد عطرية مشان ما إنه يصير في تهيج بالبشرة لمدة حوالي 2 أو 3 أيام. المريضة راح تلاحظ انه حصول تقشرات خفيفة بالبشرة، ممكن تكون احيانا بدرجة اعنف اذا كان عمق التقشير او عمق الاجراء اكبر مثل معالجة الندبات او المسام، بس هو بالمطلق في تقشير خفيف الى متوسط بعد جلسة الديرما بين. 3 أيام كافيين بترجع بعدين المريضة لحياتها الطبيعية، فيها تطلع على شغلها مع استخدام واقيات الشمس بشكل مستمر. طيب خلينا نحكي كمان بالإضافة للديرما بين، شو التقنيات يمكن اللي بتنصح فيها اليوم للعناية بالبشرة تناسب فصل الصيف؟ يعني نحن بنعرف أنه دائما يمكن الصيف بيأسرنا شوي بأشعة الشمس والتعرض الدائم، وأنت مضطر أساسا تنزل اليوم لشغلك أكيد. بشكل مستمر وبشكل يومي. هلأ الإجراءات اللي ما بتأذي ما بتأذي المريض إذا تعرض للشمس وهي ضرورية كتير لازم نحافظ عليها، اللي هي البوتوكس. هذا شيء طبيعي انه المريضه تحافظ عليه لانه هو مضاد التجاعيد الاساسي اللي بيحافظ على اشراقه منطقه الجبين وحول العين. بعض الاجراءات مثل الفيلر للخطوط، ممكن الاجراءات التقشيريه الخفيفه ضمن المنزل مثل كريمات التقشير احيانا 2 مرات بالأسبوع ما بتعطي تقشير عالي كبير، وبنفس الوقت بتحافظ على تجديد للطبقة السطحية للبشرة بشكل جيد. هذا الشيء ممكن انه يساعد على الاقل لتجاوز مرحلة الصيف لحتى نلجأ للإجراءات الأكثر
عنف يعني تجاه البشرة. كريمات الترطيب جدا ضروريين، ما نتعرض للشمس لفترات طويلة بدون ما نحط واقي الشمس. هي الثقافة ما أنا كتير شائعة ببلدنا للأسف، يعني بتقلي المريضة أنه ما حسيته عم يفيدني، ما هو ما رح يبين شو بيفيد، بس إذا ما حطيناه رح نشوف الضرر اللي بده يصير. الواقي طبعا مدته ما هي دائمة، مدته حوالي ساعتين ماكسيموم 3 ساعات، وبالتالي بده تكرارية. طبعا بظروف العمل ممكن انه ضمن البناء الشخص ما يطبقه، بس على الاقل قبل الذهاب للعمل وقبل العودة من العمل هذا شيء جدا ضروري، خصوصا هلا في ممكن صعوبة بالتنقلات بشكل كبير، ممكن انه يتعرض للشمس بشكل اكبر. صحيح، في غبار كثير يعني موجات الغبار كمان كثير سيئة للبشرة، جدا مرهق للوجه للبشرة بشكل عام. رغم انه تعقيب صغير، انه في بعض التقنيات نحن بنستخدم الغبار للتنظيف مثل الكريستال مثلا، هو نحن بنستخدم ذرات او حبيبات الكريستال لتنظيف البشره، بس طبعا مو الغبار تبع الجو اكيد. طيب دكتور، بالختام لكل الصبايا والسيدات اللي عم يتابعونا، ودائما الصبيه بتحب تحافظ على مظهرها وتكون اطلالتها جميله، نصائح عامه بما يخص العنايه بالبشره، واذا قلنا بدها تتوجه لمراكز التجميل او لدكاتره التجميل، شو اول يمكن النصائح اللي بتنصحها فيها؟ هلا بس تعقيب صغير بعد اذنك، حتى الرجال صاروا عم يهتموا بهذا الموضوع بشكل اكبر. صحيح، وحقهم كمان انه ضمن الحد الطبيعي او المسموح فيه مجتمعيا انه يحافظوا على هذا الاجراء. النصيحه الاهم هي بتمنى من الكل انه يروحوا على مصدر ثقه. هي أهم شيء، لأنه للأسف وقت اللي نحن عم نشوف الاختلاطات اللي عم بتصير، ما فيني لوم المريض أو عده أنه عفوا للكلمة أنه جاهل، لأنه بزمن التكنولوجيا ما عاد في جهل. صحيح، بس أنا بأسف لموضوع التعديات اللي عم بتصير على المهنة، فبطلب من أي سيدة أو أي شخص بده يلجأ لاستشارة طبية أنه يروح لعند الأخصائي المناسب بأي غرض بأي اختصاص. الشيء الثاني، حقه المريض يعرف شو المنتج، ما يخجل من هذا الموضوع. لأنه إذا خجل الطبيب لا يلام أو المصدر. دكتور، قبل ما هيك خلينا بس نحكي استفسار بسيط بآخر ثواني، الإبر، أي إبرة نحقن فيها، هل هي لازم تكون مغلفة مختومة؟ يعني بيقول لك أنا حقنت من شوي لحدا، فينا نستخدم باقي العبوة بتقصدي؟ تماما. العبوة، هلا العبوات اللي موجودة هي الميت يونيت. هي متى ما فتحت انا بعرف انه هي بتفقد شوي، هاي حسب الاستهلاك اللي عنده الطبيب. الميت يونت كافيه لشخصين بالحد الطبيعي، اذا الشخص ما عنده تجاعيد كثير. فالميت يونت اذا انحلت بشكل صحيح وانحفظت بدرجه حراره جيده، ممكن انها تضاين حوالي يومين او ثلاثه، فما في مشكله من هذا الموضوع. تمام دكتور، بدنا نشكرك كثير على النصائح اللي قدمت لنا اياها، وشكرا كثير لك، ونهارك سعيد. نهاركم سعيد. شكرا، شكرا لك الدكتور اياس بلول، اخصائي بالجراحه التجميليه، شكرا لوجودك معنا. اهلا وسهلا.